مرحبا جميعا، معكم اللاعب خليل، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. ومقطعنا اليوم راح يكون كثير اسطوري وكثير حماسي، لان اليوم راح العب بالنزال المنتظر بالنسبه لي، واخيرا اجى دور هذا النزال، وهو بلبل التنين البارع، اللاعب دريد ضد بلبل شهاب الشجاع النفاث. طبعا بلابل جدا قويه، حتى انتم شايفين اتوقع المطاطه كيف طالعه من عند الشجاع، فراح يكون نزال كثير 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 صعب على الطرفين على فكره، وانا دائما متوقع الفائز، بس بهذا النزال تحديدا والله يا جماعه مش متوقع مين ممكن يفوز. يعني ممكن دريد اكثر، بس برضه قوه الشجاع وهجومه مش طبيعيه. الجوله الاولى طلع الشجاع، لا 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 لا، عبرت فرع عبرت فرع عبرت فرع. اوكي هيدي شوي التنين، اوه خبط وخبطه مش طبيعيه، بس برضه اوه الشجاع فاز في الجوله الاولى. هيا صفوا جنب بعض، اوكي صفوا جنب بعض حرفيا. هي هي يا دريد، هي النزال يا دريد، يلا بدنا هيك ضربات قويه، بدنا يمكن ما يصير في بير ستات كثير هون، بس حتما راح تشوفوا ضربات قويه واخراج خارج الحلبه. يعني البلبين وزنهم مش طبيعي وكثافه كثير عاليه. اوكي واو، دريد فاز كمان في هاي الجوله. يلا يا شجاع، ايش عم بصير هون؟ واو 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 واو. اوكي 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 اوه لا لا خلص، هيك رح يخسر اذا ضل يخسر طاقته بالطريقه هاي. يلا يا شجاع، عم شجع الشجاع مع اني عم بطلق التنين، ما عندي اي مشكله. بلش يفعل هجوم، اوكي طبعا تباطأ جدا الشجاع بسبب الضربات المهلكه من التنين، ولكن برضه فاز التنين في هاي الجوله. يلا يا شجاع، ايوه لف 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 حوالين الحلبه، جيب جيب جيب، فعل هجوم. اوكي فاز الشجاع باقصاء خير اسمه خارج الحلبه. يلا يا دريد، اوكي دريد دريد بلبل كثير قوي على فكره، وبرضه كمان لا كان فيه بالمره. اوكي عم بضرب في الحلبه، والنتيجه صراحه يعني هيك نوعا ما متقاربين، يعني اوكي النتيجه مايله للتنين، اه يس مايله للتنين، بس بصراحه النزالات حاسه كثير 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 متقاربه، يعني ما في فرق كثير هائل. الهجوم الهندي الشجاع، راح اميل جهاز الاطلاق بعد هذا الجيم ان شاء الله، راح اميله شوي صغيره وعشان نشوف ايش راح يصير لما اميل جهاز الاطلاق، راح يتفعل خاصيته الهجوميه ولا لا. طبعا لازم يطلع مطاط عشان يقصر الهجوم، اوه طلع مطاط بس للاسف خسر برضه. وايمان جهاز الاطلاق، قول له عم بالحوران عم بالحوران، شو راح يصير يا ترى يا هل ترى؟ انا عملته شوي صغير، بس المره الجايه راح اميله هيك بطريقه كثير قويه، يعني مو شوي راح اميله كثير عشان نشوف ايش راح يصير. والتنين البارع تنين قوي، بلبل قوي، اوكي وفاز التنين، تنين فاز. يمارس جهاز الاطلاق، هلا عن جد يمارس جهاز الاطلاق، يلا عملته شوي صغيره بس فعل وضعيه الهجوم، يا لغى وضعيه الهجوم، رجع فعل، لا رجع لغى، اوكي ماذا سيحصل يا ترى يا هل ترى؟ والظاهر عندي انه شهاب 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 راح يفوز، نعم شهاب راح يفوز. يلا يا دريد، اوه خرج الحلبة بعدها رجع، دريد بلش يهجم، الشجاع خلص فقد طاقة مو طبيعية بسبب الهجوم الشرس اللي عمله الشجاع، اوكي اه خسر 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 بسبب الهجوم القوي. الشجاع لا يتحمل ضربات قوية زي هيك، يا اما بيطلع خارج الحلبة يا اما بيخسر. طلق يا الشجاع، اوكي كمان مرة، يلا لازم يهجم، يفعل خاصية هجوم، يسوي اي شيء بحياته، اما يضل يهجم بضربات غلط زي هيك ما بتاثر على التنين البارع حرفيا. دريد مو طبيعي شو قوي، اوكي ماذا سيحصل الان؟ وفاز شهاب. فكرت راح يرجع جوات الحلبه بس ما رجع. رحت عليه يا شهاب، يلا يا شهاب، اوكي اطلقته عليه صراحه مباشره عشان هيك بجوز فاز. هاي الجولة راح تكون أقوى أتوقع، يعني أوو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 و
أخد عتنين وقلبه بضرب خيالية. شعر فات ايش رح يصير؟ لحوا عشان يكسروا، بس الحمد لله هيك رجعت سليمه، رجعت سليمه يا جماعه، ما راح يصير اي دفجرات. اوكي، والشجاع فاز كمان في هاي الجوله، فوز مستحق. اثنين، يلا يا دريد شجعته، صار يلعب بطريقه كثير مجنونه. شجعوا بلابيكم يا جماعه، شجعوهم يعطلوا كيف. هيا يا شباب، اوكي، لا 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 شباب
شهاب لا تسمح له يفوز عليك، لا تسمح له يفوز. اوه شهاب حاول بس ضاع في الضربة القاضية. اقضي عليه يا شهاب. اوه شهاب خاف وخرج خارج العلبة، بس شوف السرعة الخيالية تاعت التنين. واو تنين البارع. يلا التنين هاي المرة لازم تفوز. اوكي راح يبدا يدور بسرعة مجنونة خارج جوات الحلبة صح؟ بعديها راح يرجع ويهجم عليه ويقضي عليه لشهاب زي كل مرة، بس هاي المرة لا تصير مباراتها. اي اي اتوقع كلاتنا حسينا فيها صح؟ فبس يا جماعة هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، لا تنسوا تعمل لايك والشير والسبسكرايب وتخبرنا رايك تحت في الكومنتات ايش بتحب اكثر التنين البارع ولا الشجاع النفاث. بالنسبة لي زي ما قلت لكم بكل مرة انا بحب جميع البلابل، بحب كل البلابل واكيد بحب بلابل كلياتهم، بس اكيد يعني بميل لسلسلة الشجاع اكثر. فبس يا جماعة اكتبوا رايكم تحت كمان في النزالات الجديدة والاشياء اللي حابين نعملها. بس ديروا بالكم حالكم، مع السلامة.